أهلا بكم. قال رئيس الحكومة الحالية الكاظمي إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. وأضاف الكاظمي في المؤتمر الدولي الذي عقد في بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقدته طبعا حكومته إن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع الشعب بشأن الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق. أما رئيس هيئة النزاهة على الساعدي فقد اعترف أن العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون بعض الدول من استرداد أو في استرداد الأموال، كما أن بعض هذه الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقا في طريق إعادة الأموال العراقية المنهوبة. ويتهم الناشطون العراقيون حكومة الكاظمي بالتضليل في مسألة إعادة أموال العراق المسروقة، لأن ناهبي هذه الأموال هي الطبقة السياسية نفسها التي تحكم العراق منذ العام 2003، وبالتالي فإن هذه المؤتمرات هي باب آخر للفساد ودعاية انتخابية ليس إلا. حقيقة أهداف مؤتمر استعادة أموال العراق المنهوبة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الحاجة لعقد مثل هذه المؤتمرات إذا كان ناهبو المال العراقي العام من الفاسدين الحكوميين معروفين؟ وهل تجرؤ حكومة الكاظمي على ملاحقة سارقي المال العام قضائيا ووضعهم خلف قضبان السجون؟ وإذا كان الكاظمي يساوي بين الفساد والإرهاب، إذا لماذا الحرب على الفساد ليست بضراوة الحرب على الإرهاب؟ ثم أليس من حق الحكومة في العراق الاستعانة بالدول الأخرى في عملية استعادة الأموال المنهوبة نظرا لحجم هذه الأموال وضعف حكومة العراق؟ وأخيرا، هل تعتقد القوى السياسية وحكومتها الحالية أنها ستبعد تهمة نهب المال العام عن نفسها بعقد هذه المؤتمرات وإلقاء التهمة على الآخرين؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، نوري حمدان، قحطان الخفاجي. جعجعة بلا طحين وحراك بلا فاعلية، هذا أدق وصف لما يقوم به الكاظمي في الفترة الأخيرة قبل الانتخابات من مؤتمرات وحوارات على المستوى الداخلي والخارجي، ومع الأخذ بعين الاعتبار الهدف الدعائي الانتخابي من هذه المؤتمرات، إلا أن أكثر ما يلفت النظر فيها هو مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في العراق، فالكاظمي لم يأتي بجديد في هذا المؤتمر، وإنما يكرر استعراضات سابقيه قبل كل انتخابات. المالكي والعبادي وعبد المهدي كلهم دندنوا حول الأموال المهربة إلى الخارج دون أن يسألوا أنفسهم من هرب هذه الأموال وبرعاية من وتحت أي ظرف ينهب المال العام في العراق. مصادر متعددة تتحدث عن هدر مالي يقدر بتريليون دولار منذ عام 2003، ومن يشاهد حجم ملفات الفساد يدرك أن الاختلاس ونهب الموازنات هي عملية ممنهجة لم تتوقف منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأولى. ولما غرق العراق بالديون وبدأت مرحلة الانهيار الاقتصادي، بدأ الحديث عن الأموال المهربة وضرورة استعادتها في عملية أشبه بالمستحيلة لوجود عوائق قانونية وسياسية. فمن ناحية، ليس من السهولة بمكان استعادة الأموال المهربة المودعة بالمصارف العالمية، إذ أن جميع المصارف الدولية تعتمد السرية الكاملة في حفظ الأموال، ومن ناحية أخرى ناهب هذه الأموال محميون من جهات حزبية وميليشيات تعد هي الدولة، كما أن نهب الأموال هي عملية مشتركة بين كل الأطراف التي دخلت حلبة السياسة في العراق. وكما هو معروف، المشتركون في جريمة واحدة لا يمكن لهم أن يفضحوها، فكل طرف له مستمسك على طرف آخر. قبل عام حاول الكاظمي بأسلوب المستجدي مساومة سراق المال العراقي بأن يعيدوا جزءا من هذه الأموال مقابل تبييض صفحتهم، إلا أن تلك المحاولة فشلت، فكيف باستعادة كل هذه الأموال التي تعتبر في عداد المفقودة؟
أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الأسباب والأهداف الحقيقية لعقد مؤتمر استرداد الأموال العراقية المنهوبة الذي عقد الأسبوع الماضي في بغداد. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الكاتب والصحفي الدكتور نوري حمدان، وأيضا سيكون معنا عبر سكايب أيضا أستاذ نوري عبر سكايب، ومعنا من أربيل الدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا بعد. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هذا المؤتمر الكبير الذي عقد في بغداد وحضرته الجامعة العربية ودول أيضا عربية أخرى، الهدف منه كما قيل أنه المساعدة، مساعدة الحكومة في العراق لاستعادة الأموال العامة التي نهبت خلال 18 سنة الماضية. هل تعتقد فعلا هذه العملية تحتاج مثل هذه المؤتمرات لاستعادة هذه الأموال؟ لابد منها هذه المؤتمرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استرداد هذه الأموال أو الوقوف ضد الفساد لا يحتاج إلى مؤتمرات، لا يحتاج إلى تظاهرات مثل التي ودعاية وبهرجة، تحتاج إلى إرادة سياسية وطنية، تحتاج إلى قانون يحترمه الجميع وهو فوق الجميع، تحتاج إلى عدالة وانضباط، وبالتالي تحقق كل أغراضك. لكن أن يكون الفساد هو سيد الموقف في الساحة، وأنت تذهب للبحث عن أموال تحاول خداع الشعب بها، خداع الناس، خداع المتلقين لمثل هذه الأخبار بأن هناك حراكا لاسترداد الأموال المنهوبة. نحن يعني والحديث عن الكاظمي الذي عقد هذا المؤتمر، الكاظمي على سبيل المثال شكل لجنة لمكافحة الفساد، شكلها في آب 2020، يعني أكثر من عام الآن مضى عليها. قبل يومين كنت يعني أطلع على خبر ويحتفلون بهذا الخبر أنهم استطاعوا أن يستردوا 37 مليون دولار. نفس الوقت مقابل هذا الخبر، هيئة النزاهة في البرلمان الحالي تقول أن حجم الأموال المهربة خارج العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هذا ما يدعونه 350 مليار دولار حجم الأموال. عندما تقارن 350 مليار دولار، هذا الرقم الذي يتحدثون عنه، المبلغ أكبر من هذا بضعفين أو أكثر. لكن مع ذلك إذا ما سلمنا بأن المبلغ 350 مليار دولار المهربة خارج العراق، وهذه اللجنة التي عملت لمدة عام استرجعت كما يقولون 37 مليون، بمعنى عندما تحسبها بالرياضيات نسبتها 1 من 100 ألف، يعني كل 100 ألف دولار أنت تسترجع دولار واحد منها. نعم، هذه عملية عقيمة وضحك على الذقون ومحاولة تضليل الناس. هذه كل العملية كذب. أنت الفساد لم توقف الفساد، لم تستطع توقف الفساد. العراق ما زال يحتل مرتبة من بين الدول 20 الأكثر فسادا في العالم، بشهادة منظمة الشفافية الدولية، بشهادة البنك الدولي، بشهادة كل المؤسسات الرصينة في العالم تتحدث عن هذا، والعراق دولة فاشلة. فأنت أساساً يجب عليك أن توقف الفساد، توقف هدر الأموال، توقف الصفقات المشبوهة، توقف كل هذا، وبالتالي تتحدث عن استرداد أموال العراق. لكن محاولة هناك بائسة ومحاولة معيبة في نفس الوقت. يعني شهدنا مثل ما كانوا يعني طوال سنوات كثيرة كل المشاكل ترمى على النظام السابق، وبغض النظر ليس دفاعا عن نظام سابق جمهوري أو ملكي، أو بغض النظر عن ما كان يحكم العراق عام 2003 وقبل 2003، لكن خلال 18 سنة، أنت الآن في السنة 19، يعني يكفي هذا الحديث المج المعيب عن الماضي. الآن تحدث لي أنتم ماذا فعلتم؟ يقول سنسترد الأموال التي في ذمة النظام السابق اللي ضيعها، هذه كذبة كبيرة. أنتم بحثتم والأمريكان بحثوا وكل الدنيا بحثت ولم تكن هناك أموال لهذا النظام. العراق كان، وهذه صفة وربما تحدثنا عن هذه أكثر من مرة، من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 كانت الصفة الأساسية اللي موجودة، صفتين أساسية، النزاهة والوطنية، الإخلاص، البناء، كانت هذه الصفتين موجودة عند كل الذين حكموا العراق
وانتمائهم للعراق. هذه هي حقيقة بغض النظر أن النظام دكتاتوري نظام استبدادي، لكن هذه الحقيقة. وكلهم لم تثبت عليهم سرقة أموال، هذه كذبة كبيرة. من عام 2003 لحد الآن هو الفساد، هو من تفاقم فساد، رغم أنه كل الدعم الدولي وكل الدعم الإقليمي لهذه الحكومات التي جاءت لهذا النظام الذي جاءت به أمريكا، لكن الفساد هو سيد الموقف. خراب وفساد وموارد مهدورة. وربما أعطي مثال بسيط جدا، من يحاول حديث عن مؤتمر لاسترداد الأموال عليه أن يحدث العراقيين بصراحة. أقرأ في ملف الكهرباء، نحن نحرق 16 مليار متر مكعب من الغاز، لكن في نفس الوقت نستورد غاز العراقي نحرقه ولا نستفيد من عنده ولا لدينا مشاريع للاستفادة من هذا الغاز. بنفس الوقت نستورد الغاز من إيران لأجل تشغيل محطات الغاز الكهربائية التي جئنا بها كغازية ونحن ليس لدينا غاز، وبالتالي ندفع إلى إيران 5 مليار و200 مليون دولار سنويا. هل المطلوب أن نوقف الفساد بهذا الشكل أم المطلوب أن يستمر الفساد وتكسب إيران؟ هذا هو هذه الحقيقة، هذا أبسط مثال. والوزير تحدث دكتور أنه حتى مع إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية سنبقى لعشرات السنوات نستورد غاز من إيران، نستورد الغاز ونستورد كهرباء حتى من إيران، من إيران. هذه كارثة كبيرة. مساء الخير أستاذ نوري حمدان. اهلا وسهلا بك اخ مالك. اهلا وسهلا بضيوفك ومتابعي قنواتكم الكريم. اهلا وسهلا، تشرفنا. من ضمن توصيات مؤتمر استرداد الاموال العامه المنهوبه في العراق، يقول العمل على ايجاد وسائل غير تقليديه في مساله استرداد الاموال ومكافحه الفساد. ما المقصود بوسائل غير تقليديه في استرداد الاموال؟ حقيقة يعني أحسنت عند التوقف يعني عند هذه النقطة بالتحديد، لأنه ما يتحدث عن وسائل غير تقليدية هو بمعنى تعويم القضية، بالتالي فشل المؤتمر. المؤتمر إذا بحث عن وسائل غير تقليدية هو أعلن عن فشله بهذا المعيار، لأنه الأموال التي يراد استرجاعها الذي يتحدثون عن أموال العراق المنهوبة خارج العراق ويردون استرجاع هذه الأموال، يجب أن يتبعوا الوسائل القانونية التقليدية بمتابعة هذه الأموال اللي هي وين موجودة، بيا دولة بيا بنوك وبقرارات قضائية. هذه الدول التي يتحدث عنها رئيس هيئة النزاهة الساعدي ويقول بأن هنالك دول غير متعاونة مع العراق باسترجاع هذه الأموال، هو لم يذكر هذه الأسماء. بهذا دليل على أنه لا يوجد جرأة ولا توجد لائحة قانونية لديه قوة قانونية بمحاججة هذه الدول حتى ومطالبتها لاسترجاع هذه الأموال. الأموال إذا موجودة عند هذه الدول بحاجة إلى دعوة قضائية واضحة المعالم. بداية النزاهة يفترض أنه تخرج بقرارات قضائية عراقية ثم ترسل إلى تلك الدول، والدول هذه الدول هي تنظر وفق قانونها وفق محكمتها، لأنه القرار القضائي غير نافذ بالنسبة للعراق، يعني القرار القضائي العراقي غير نافذ على الدول الأخرى. فالدول الأخرى هي أيضا تلجأ لقضائها، وبالتالي هي تستحصل قرار من قضائها، وإذا كانت الدعاوى مكتملة المعايير مكتملة الجوانب العديدة ممكن يكون اكو تعاون. هذا يدلل دكتور نور اسمح لي، المشكلة ايضا الدول العالم على قناعة الان راسخة ان النظام او القضاء في العراق الحقيقة ايضا يشوبه الفساد، وهو ليس قضاء نزيها، وهو ايضا الحقيقة عرضة للتسييس للضغط عليه سياسيا. هو هذا الذي ذهب به راعي المؤتمر. نعم. الحكومة الكاظمي. نعم. التي رعت هذا المؤتمر، وحتى تتخلص من هذا المعيار. نعم. بدأت تبحث عن معيار آخر اللي هو شنو، اللي هو وسائل غير تقليدية. يعني كيف وسائل غير تقليدية؟ هل يعني يكون، هل هو يخاطب دول لديها قرار سياسي مؤثر على القضاء كما هو حال العراق؟ بالتأكيد هذا موضوع صعب. يعني إذا نتحدث عن دول كبيرة
فهي إدارة الاقتصاد مالتهم مستقل حتى عن القضاء، نعم ولديه حصانة قضائية حتى يتمتع بالنمو والتطور. احنا شلون نقدر نجي نحصر هذه الأموال ونطالبهم بها؟ هذا معيار حقيقة أنا أقول لما والحقيقة ذهب والحقيقة المؤتمر دكتور أيضا بتوصيل. ما اعترف به ساعدي أن هذه الدول أيضا الحقيقة بيئة مناسبة للفساد، يعني حقيقة هناك دول ينخرها الفساد مشاركة مفارقة في هذا المؤتمر لاسترداد أموال العراق، يعني لبنان مثلا. هو الحقيقة أنه اليوم الفساد هو ظاهرة عالمية، نعم مو محلية، نعم مو فقط في العراق، نعم هو ظاهرة عالمية، والفساد موجود في كل دول العالم، ولكن بحسب نسب وبحسب قدرة الدولة على تحجيم هذا الفساد من ناحية القانون والقضاء ومتابعة الفساد بهذا، يشوف النسبة متباينة أو متفاوتة ما بين دولة وأخرى. يعني على سبيل المثال احنا اليوم نريد نقدر مثلا حكومة الكاظمي تقدر تطالب لبنان اللي دزوا لهم قبل كم يوم يعني وقود للمعطات مالتهم واحنا نستورد الوقود من ايران، يقدرون يطالبون بحس على الاقل جرد ايش قد فلوس المسؤولين العراقيين اللي مودع بالبنوك اللبنانيه، يقدرون يطالبونهم بهيك جرده على الاقل، ما يقدرون. هاي ابسط شغله يعني. اشكرك فهذا واضح دكتور، اشكرك انت وصلتنا الى قضيه الجراه، اشكرك. هذا السؤال نحيله الى ضيفنا من اربيل دكتور قحطان الخفاج. دكتور مرحبا بك معنا اولا. حياك الله وبياك، حيا الضيوف والمشاهدين. اهلا دكتور. دكتور الكاظمي أو حكومة الكاظمي يبدو شادة حيلها على الأقل في الخطاب السياسي والإعلامي على مكافحة الفساد، ملاحقة الفاسدين، مصارحة الشعب بالأمراض التي قادت إلى تدهور دولة مثل العراق ومنها طبعا الفساد. السؤال اللي أيضا الحقيقة يعني نقطة أشار لها ضيفنا دكتور نوري، أنه حكومة الكاظمي هل تجرؤ لديها أدوات القوة لملاحقة الفاسدين الحكوميين الذين نهبوا المال العام إذا ما جرت عملية تشخيصهم وتحديد هوياتهم بشكل دقيق وقانوني، تقبض عليهم وتضعهم خلف القضبان جراء ما اقترفوا من اعتداء على المال العام؟ أكرر الترحاب بك وبالضيوف وبالمشاهدين الكرام. دكتور، التجربة العملية خلال السنوات الماضية العجاف تؤكد ان لا كاظمي ولا سواه قادر على ان يذهب بهذا الاتجاه، والذي يدل على ذلك اكثر فاكثر هو ان كاظمي عجز عن حمايه ذاته امام فصيل من فصائل القوه العسكريه المنفلته التي جاءت الى مقره في المنطقه الغبراء واخرجت ماربها واخذت الموقوف. نعم. حاله ثانيه اننا نتوقع كمحللين استراتيجيين لنفترض أن كاظمي قد انتفض على ذاته وخرج من قوقعة جزء من الاحتلال أو من الصيغة السابقة وذهب باتجاه الاستناد إلى طرف دولي فعال كأمريكا لتغيير أو لتصحيح أو تعديل العملية السياسية، ليبدو هكذا. هذا ليس أمرا سهلا وقرارا سياسيا مجردا، هذا يحتاج إلى إرادة كبرى، وأعتقد إرادة كبرى بهذا الحجم تحتاج إلى قدرات ذاتية يمتلكها شخص الكاظمي، وجانب آخر هو فرض لسلطة القانون على الذين يخرجون على القانون. لا المالك يملك إرادة ذاتية شخصية ولا يملك إرادة فرض القانون حقيقة على الذين يعنيهم فرض القانون، وبالتالي أنا أتوقع أن هذا الذي يحصل هو وإن يبدو مقبولا حقيقة ولكنه في وقت ذاته والمعطيات التي تشير إلى أنه جزء من عملية تسويق الذات للانتخابات القادمة، وإلا أين الإرادة الحقيقية من العراق حتى يقوم بهذا الذي وعد به المالكي؟ ثم هذا المؤتمر الذي عقد لمتابعة الأموال العراقية، ماذا تمخض عنه؟ هل هناك لجنة دولية تمخضت عنه؟ هل هناك إجراء قضائي اعتمد على مستوى الدولي لكي يتم العمل بموجبه؟ والذي حضر إلى هذا الاجتماع هم بعض الغالبية حكام، والحكام متورطون دكتور الذين اسمع الدكتور قحطان، من حضر هذا المؤتمر الجامعة العربية وغير الجامعة العربية، هناك دول لبنان الكويت الحقيقة تعهدت بالتعاون الكامل في قضية استرداد أموال العراق المنهوبة. هي تعهد نعم، ولكن جزء منها ساهم في تبديد الأموال العراقية، ثم الكويت على سبيل المثال التي هي كانت
بالأمس القريب مكانا لاجتماع آخر من نوع الذي ذهب باتجاه الدعم العراقي. نعم. أين هو بالتطبيق العملي على الساحة؟ نعم. إذن نحن أمام تسويقات، أمام ترويجات الغاية منها سياسية، ولكن يبقى عمليا بعيدا المنال لغياب الإرادة وغياب الأداة الحقيقية وعدم وجود رغبة دولية حقيقية لأن ينهض العراق من جديد، لأن جميع الأطراف دون استثناء لا يروق لها أن يكون العراق دولة قوية كما كان. نعم دكتور رافع الفلاحي، من ضمن الأشياء طبعا الكاظمي تحدث عن مصارحة الشعب العراقي بالأمراض التي قادت إلى تدهور أو تراجع بلد عظيم مثل العراق، وطبعا بلا شك الفساد الحكومي هو واحد من أقوى الأمراض التي ساهمت في هذا التراجع على حد تعبير الكاظمي. يعني هل فعلا الكاظمي سيصارح الشعب؟ وإذا صارح الشعب قادر على وضع رؤية لمعالجة هذه الأمراض ومنها الفساد اللي نتحدث الآن عنه بمعالجة عملية تلمس لمس اليد؟ أستاذ ماجد هو كان يتحدث، ربما سمعت له الحديث، كان يتحدث أنه إحنا إذا نريد نذهب إلى الدولة الرشيدة. نعم. وإحنا نعم. ذاهبين إلى الدولة الرشيدة. نعم. فعلينا أن نصارح شعبنا. الشعب العراقي لا يحتاج إلى أن نصارحه أحد، الشعب العراقي يعرف فسادهم ويعرف كل الخفايا، يعرف 18 سنة أين أوصل العراق، وشعب العراق يعني ليس متهما، من القوى التي ساهمت في وصول العراق إلى يعني إلى الدرك الأسفل هذا هي هذه القوى السياسية التي المتلفة في هذه العملية السياسية وهذه المحاصصة وهذا الخراب وهذا الفساد، يتقاسمون مثل ما قالوا يسمونها الكعكة. نعم. هذه الحقيقة. بماذا تصارح الشعب العراقي؟ الدولة الرشيدة أو الحكم الرشيد يحتاج إلى قواعد ومؤسسات بيد السلطة تدير بها الموارد الاجتماعية والاقتصادية للمصلحة العامة للدولة. نحن أساسا ليس هناك دولة في العراق، لا دولة في العراق، ليس لدينا مؤسسات، ليس لدينا قواعد. القواعد والمؤسسات تبنى وفق قانون، ضمن ضوابط، ضمن أطر رصينة ووطنية، هذه غير موجودة. فبالتالي أنت تتحدث عن قضية غير موجودة. ثانيا هناك أربع ركائز ربما مهمة للدولة الحسنة والدولة الفاسدة، هذه غير متوفرة في العراق. يعني الدولة الحسنة أو الدولة الجيدة، الدولة الناهضة، هي نقيض للدولة الفاسدة، الدولة المضللة، دولة الضلالة، دولة الشر، دولة الفساد. هذه إحنا دولة فساد ودولة ضلالة ودولة شر ودولة خراب، هذه الحقيقة اللي موجود في العراق. فأنت عليك أن تعالج كل هذه القضايا، وأنت تحتاج إلى علاجها إذا كنت مؤسسة وطنية ورصينة وتسعى إلى بناء الدولة الرشيدة. وبعد ذلك لا تحتاج إلى أن تصارح الشعب، الشعب سيقف معك. ولذلك لذلك الدكتور هو يريد أن يبدأ بالخطوة الأولى وهو التصدي للفساد والفاسدين واسترداد الأموال، كأنه خطوة في هذا الطريق لبناء الدولة الرشيدة. لا يمكن أستاذ ماجد، في الدول الديمقراطية خذ مثلا إيطاليا، برلسكوني قادوه عندما وجدوا فسادا قادوه للمحاكم. جاك شيراك في فرنسا وهو كان من زعماء الكبار، عندما اتهموه بالفساد قادوه إلى المحاكم. في جمهوري في بيرو قادوه إلى المحاكم. هذه الحقيقة، هذه الدول التي يعني تحترم شعوبها وتحترم أطرها الديمقراطية. نحن لسنا دولة ولا ديمقراطية ولا شيء، لسنا دولة الحقيقة. أنا يعني أقرأ مثلا في قبل فترة شركة، هذا جزء من الفساد باختصار دكتور، عندنا نعم فاصل. إيه؟ يعني شركة باور إنجز قالوا أنه تعاقدت لبناء 29 محطة كهرباء في مدينة الناصرية في ذي قار، والحكومة منحتها بعد توقيع العقد منحتها 21 مليون دولار. بعد ذلك تبين أنه الشركة وهمية غير موجودة. نعم. لم تقم هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، برفع دعوى على هذه ملاحقتها قضائية، حتى ملاحقتها. هذا الذي يتحدث عن الفساد، يتحدث عن مؤتمر للفساد، يتحدث عن بناء دولة رشيدة، عليه أن يعالج هذه القضايا، أن يضبط الداخل. هو فاقد للإرادة، فاقد للقدرة، فاقد قدرة الرؤية الحقيقية، محاولة للتضليل، مجرد شو إعلامي ليس أكثر. أشكرك. نستأذن من المشاهدين الكرام ومن الضيوف أيضا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا
في طاولة حوار عن الأهداف الحقيقية لمؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد في بغداد. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الأهداف الحقيقية لعقد مؤتمر استرداد المال العام المنهوب في العراق. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور نوري حمدان ودكتور قحطان الخفاجي. دكتور نوري، المال الكاظمي في المؤتمر، في كلمته في المؤتمر الحقيقة ساوى تماما بين الفساد والإرهاب، وقال الفساد والإرهاب وجهاني لعملة واحدة. الإرهاب عليه حرب شعواء في الداخل والخارج، الحقيقة أودت بآلاف الناس، مدن سويت في إطار الحرب على الإرهاب. إذا كان الفساد مساوي للإرهاب، لماذا لا نرى حربا شرسة أو بنفس القوة على الفساد والفاسدين؟ وهو طبعا هذه آفة الحقيقة أتت على الدولة العراقية ومقدراتها، لماذا ليس هناك حرب حقيقية على الفساد؟ بداية دعني أثني على دكتور الفلاحي، نعم، لأنه الدولة الرشيدة يجب أن تكون دولة المؤسسات، نعم، ويجب أن تكون ملاحقة الفساد قضائيا لا عبر تصريحات إعلامية لمصارحة الشعب. الشعب لا يحتاج المصارحة، وأنا أستغرب بداية تارة الكاظمي لا يصارح الشعب، يخشى عليه من الجلطة أو الأزمة القلبية كما، نعم، قال، نعم، أيام الماضية القريبة، ومرة أخرى يقول أنه نحن يجب أن نصارح الشعب حتى نبني الدولة الرشيدة. الدولة الرشيدة بحاجة إلى دولة مؤسسات، هي هذه الدولة الرشيدة. القضاء يعني الشعب ما يحتاج يسمع أنه أكو ملف فساد، الشعب يحتاج يسمع النطق بالحكم، نعم، قضاء يقرر اعتقال سين أو صاد من الناس لارتكابه جرم الفساد، هذه الدولة الرشيدة. دكتور أيضا في التعقيب، إذا اسمح لي في تعقيبك، أيضا الكاظم تحدث أن هناك لجنة لمكافحة الفاسدين أو ملاحقة الفاسدين، والحقيقة قبضت على الكثير من الفاسدين، يعني الحقيقة أيضا القضية ليست متروكة تماما. صحيح معك آني، ولكن هذه حتى وإن احتفلوا بإنجازاتها قبل أيام أو تحدثوا عن ما تحققته، هي ما زالت تحت إطار محدود، ومنهم من يطعن بشرعية أدائها باعتبارها غير دستورية، ومنهم من يقول ما حاجة هيئة النزاهة إن وجدت. فبالتالي من هذا المنطلق أنا أريد أربط بجواب على سؤالك، نعم، بأنه لماذا لا يكون حجم محاربة الفساد بحجم، نعم، محاربة الإرهاب. نعم، محاربة الإرهاب حقيقة هو أجمعت عليه القوى السياسية ودعم دولي، بمعنى أنه توفرت الإرادة السياسية عند القوى النافذة بإدارتها للسلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق، نعم، وبدعمها الخارجي بالعاملين الرئيسيين في العراق إيران وأمريكا، هي محاربة الإرهاب، نعم. ولكن اليوم محاربة الفساد لم تحظى أو لم تتمكن الحكومة بالدعم السياسي، او حتى يعني الحكومه جزء من العمليه السياسيه بالمناسبه، يعني هي الحكومه مو يحتاج لها دعم حتى تشتغل، هي جزء من المنظومه، يعني المنظومه كلها ما متفقه على انه تكون اكو اراده سياسيه حقيقيه فعليه لمواجهه الفساد حتى على مستوى الصعيد العالمي ايضا، وقلت لك بتاثير العاملين الرئيسيين في العراق هو امريكا وايران، هاي ما موجوده الاراده. وهاي تربط ايضا ما دام انه نتحدث احنا عن ارهاب ونتحدث عن فساد، بمعنى انه قتل من نوعين
للإنسان، إفقار والقتل المباشر، أيضا يجب أن نتحدث عن السلاح المنفلت في الشارع اليوم. هذا هم لازم يربط بنفس القضية. ليش ما يتم مواجهته كما تم مواجهة الإرهاب هذا السلاح المنفلت؟ وهو هسه الراعي والحامي للفساد. هسه اليوم الفساد أغلب محمي ممن؟ محمي من قبل قوى سياسية، هكذا يتحدثون. وهذه القوى السياسية لديها فصائل ولديها أجنحة مسلحة، وعلى مجرد البحث يعني المعايير بهذه المنطلق. فهذه الأساسيات يفترض أن تتوفر بإرادة حقيقية. يمكن أختصر الموضوع بشكل دقيق. نعم. ما يذهب به تحديدا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمؤتمر لاسترداد الأموال والحديث عن دعم دولي لمحاربة الفساد، هو حقيقة إفقاره أو افتقاره من الإرادة السياسية التي ممكن أن تعيده إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى. هو الرجل يبحث عن استمراره في موقعه كرئيس وزراء، وهذا القوى السياسية اليوم في العراق يعني صعب هو يقنعها، لأنهم كلفوه بمهمة محددة حتى ينتهي النزاع ما بيناتهم لإجراء الانتخابات، يعني مو حتى يرضون الشعب. هذه الانتخابات ترى هي مو لإرضاء التشرينيين ولا لإرضاء الشعب، هاي حتى يحلون النزاع اللي صار بيناتهم. نعم. من هو يكون رئيس وزراء، من أي كتلة، صدري، دولة قانون، لو من فتح. هاي الانتخابات هي تجري لهذا السبب. نعم. هذا المؤتمر اللي انعقد هو الكاظمي يبحث عن عامل خارجي يوفر له الدعم حتى ممكن يكون رئيس وزراء مرة أخرى. نعم. هذا واحد. اثنين، هاي المؤتمرات حتى يعني دعاية انتخابية دكتور؟ بالتأكيد هو دعاية انتخابية، مو دعاية انتخابية بذاتها، ولكن هو الاستفادة من العامل الخارجي. نعم. في المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات. نعم. اليوم الكاظمي ما عنده معيار أساسي بالانتخابات، لأنه ما عنده حزب، هو منعوه بالمناسبة. نعم. ما خلوه عنده حزب حتى يشارك بالانتخابات، لأنه شرط كان عليه إذا هو يصير رئيس وزراء ما له علاقة بالانتخابات ويدير أن الانتخابات. نعم. يفترض أنه هو. نعم. محايد يكون ما بين هذه الأطراف، فبالتالي هو يحتاج إلى عوامل خارجية تسنده. نعم. حتى يرجع يكون رئيس وزراء. نعم. من جديد. هذا. نعم. واحد. المؤتمرات نفسها ذني، اللي هذا المؤتمر والقبلة اللي كان لقاء بغداد مع دول الجوار، هذني كلهن هو مو لمصلحة العراق، هي لمصلحة شرعنة الانتخابات، حتى تجي قوة سياسية يقول لك أنا أحظى بتأييد دولي وشرعية انتخابات ودستورية، وتنفذ قراراتي على كل الأطراف، لعد حتى تشرينيين من جديد يجون، معارضين من جديد يجون، ما من حقهم يحجون بعد. ده تشوف شلون؟ نعم نعم نعم. أشكرك دكتور. واضح. دكتور قحطان الخفاجي، خليني أقتبس لك تصريح مما قال النائب في تحالف سائرون صباح العقيلي وعضو لجنة النزاهة البرلمانية، يقول إن الأموال المنهوبة في مرحلة ما بعد عام 2003 تتعلق بشخصيات كانت لديها مناصب ومسؤوليات في الدولة العراقية، وبعضهم ما زال في موقع المسؤولية. ويضيف العقيلي أنه كان لدينا مطلب في التيار الصدري أن ملفات الفساد تفتح منذ عام 2003، من 2003 إلى اليوم، لكن الكتل السياسية التي تتسيد الساحة السياسية رفضت فتح مثل هذه الملفات. إذا كان شركاء العملية السياسية، شركاء الكاظمي، يرفضون التعاون معه في فتح هذه الملفات، فكيف سينتظر أو يأمل من الدول الأخرى أن تساعده في هذه المهمة وبوسائل غير تقليدية كما جاء في التوصية السابقة؟ من هنا نحن نقول أن ما يقوم به الكاظمي قد يبدو هواء في شبك. والعالم يعرف ويدرك حقيقة الأمر أن القرار السياسي في العراق هو غير مرهون في شخص، لا كاظمي شخصيا ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان، بقدر ما مرهون بالقوة السياسية المتنفذة ذات السلطة العسكرية. إذن نحن عندما نقول أن إجراءات كهذه لا يأمل لها شيئا إيجابيا، ننطلق من هذا الذي قاله الناطق عن جماعة الصدريين. نعم. وهكذا حال جميع المسؤولين بالشأن العراقي
قالوا بصريح العبارة أنهم فاسدون لا غير مؤهلين أساساً لأن يكرروا ذاتهم، ولكنهم يكرروا ذاتهم بعد أن تناسوا ما قالوا لأن المطامع هي أكبر منهم، وأن الذي أتى بهم أساساً من القوى الخارجية تريد إبقائهم إلى حد معين للظرف الطارئ. لذلك نقول ونؤكد على أن الكاظمي وما يحاوله هو يحاول أن يستعين بالقوى الدولية علها تسانده، وكأنه يبدو ذا مقبولية دولية إقليمية، ولكن في الحقيقة هي أقدر ما نقول أو أكثر ما نقول أن هي مساحة أوسع للقوى الإقليمية لتدخل بالشأن العراقي. وسمعنا نحن بصورة واضحة بعض كلمات الرؤساء الوفود تدعو إلى الانتخابات، وموضوع أساسا لا علاقة بالانتخابات موضوع الاجتماع. إذا نحن أمام حالة لا دولة، حالة تخبط واضح من قبل القوى المتنفذة بالشأن الحكومي ومن قبل قمة هرم الحكومة. لذلك لا نعول على أي من هذه الأمور، ونقول ما زال العراق في مطباته، بل ذهب إلى مطبات أكثر، وللأسف نظرتنا متشائمة، ولكن هذا الواقع الذي يشير وليس موقف شخصي بقدر ما هو قراءة للواقع. نعم دكتور رافع، حجم الأموال المنهوبة من العراق الحقيقة مبلغ كبير جدا، يعني هناك المصادر الأخرى غير الحكومية تتحدث عن تريليون دولار، 1000 مليار دولار ذهبت هدرا بين فساد وسرقات ومشاريع متنكرة ومن ذلك. والعراق الحقيقة فيه ضعف بالكامل أو انهيار بالكامل للمؤسسات المعنية القضائية، مؤسسات النزاهة. لذلك الحكومة ذهبت للاستعانة بالدول الأخرى لمساعدتها في هذه المهمة، مهمة استعادة الأموال المنهوبة، خاصة العراق الآن في أزمة مالية واقتصادية خانقة، ربما حتى رواتب القطاع العام في المرحلة القادمة غير قادرة على التسديد. ما العيب في ذلك؟ لماذا ينظر إلى المؤتمر أو يتهم بأنه باب آخر للفساد الحكومي، دعاية انتخابية، بروباغاندا للحكومة وما إلى ذلك؟ أستاذ ماجد، يعني عندما تريد تحصيل أي شيء وأنت دولة يجب أن تكون لديك أدوات، وأدوات محترمة، وأدوات تحترمها، تحترم بالداخل وبالخارج. نعم. أين هذه الأدوات؟ يعني بحكومة المالكية أو أي حكومات مضت من عام 2003 لحد الآن ما هي هذه الأدوات؟ ثانياً، وهو المهم والأساسي في هذه القضية، أن العراق تحكمه مجموعة من الأحزاب جاءت منذ عام 2003 وحكمت وفق نظام المحاصصة هذا الذي يعني اخترعه الأمريكان وجاء به بول بريمر والمجلس الحكم، واستمرت هذه القضية. هذه الأحزاب أساساً يعني عندما تريد أن تتحدث عن الفساد يجب أن تحاسب هذه الأحزاب التي تحكم العراق. أول سؤال تسأله من أين لك هذا؟ يعني هذه الأحزاب جاءت فقيرة، جاءت لا تملك شيئا، وكل قادتها الآن هم لا يملكون شيئا، كانوا يعتاشون على المساعدات في الخارج، كانوا يعتاشون على ما تمنحه دوائر البلديات في دول كثيرة من أوروبا وغيرها، وما تمنح المخابرات الإيرانية يعني بالمنية. نعم. لهم كمعارضة. هذا واقع الحال، نحن يعني لا ندعي شيئا، هذا وصف للحال اللي هم كانوا يقرون به. فبالتالي جاءوا وإذا بهم هذه الأحزاب الآن تملك أساطيل، تملك يعني أرصدة كبيرة، تملك مؤسسات، تملك مطارات، تملك موانئ، تملك أشياء غريبة عجيبة. أنت تبحث عن الفساد، هذا من أين جاء لهم؟ بالفساد، بهذه القوة، هذه الأموال التي جاءت للعراق من تصدير النفط خلال 19 سنة، ما يقرب من 19 سنة، أكثر من تريليون ونصف التريليون دولار. أين ذهبت هذه الأموال؟ هم يتحدثون عن 6000 مشروع وهمي، يتحدثون عن 350 مليار دولار هربت خارج العراق، لكن العراق من سيء إلى أسوأ. الآن كل البنى التحتية العراقية قد انتهت، يعني ما بنته الدولة العراقية طوال 82 سنة قد انتهى. الحقيقة الآن نحتاج إلى بنى تحتية، نحتاج إلى كل شيء، هذا غير متوفر الحقيقة، حتى في قضية البناء والاستثمار اللي تتحدثون عنه كذبة كبيرة. نعم. لأن الفساد متغول الحقيقة. نعم. والفساد يعني هو العجلة الوحيدة المخدومة من كل قوى العملية السياسية، من كل القوى الحاكمة في العراق. هناك مؤسسة وحيدة يعني يتفقون على خدمتها جميعا، وهي مؤسسة الفساد. نعم. فبالتالي أنت بماذا تطالب؟ هذه الأموال التي هربت خارج العراق ذهبت إلى بنوك وإلى مؤسسات وإلى مصارف وإلى مافيات،
هذه فاسدة، وهي شجعت، وهي لدول احتلت العراق ودمرت العراق وما زالت تحتل العراق وتدمر العراق، كيف يمكن استحصال هذه الأموال من يعني منها، وكيف تعقد مؤتمر لمناشدة هذه الدول لكي تعيد لك هذه الأموال؟ هذه كذبة كبيرة. يعني عندما جاء بول بريمر جاء معه بعصابة، عصابات ومافيات، وشجعت هذه العصابات التي جاءت وسميت سمت نفسها أحزاب، وجاءت من أجل المظلومية ومن أجل المذهبية. وهذه، وعلى ذكر المذهبية، الآن بعد ثورة تشرين ما عادت المذهبية يعني لها سوق ورقة رائجة، ورقة يحتمى بها أو غطاء يحتمى به. تمزق هذا الغطاء، مزقوا هذا الشباب الصغار. يعني رغم أنه قدموا 1000 شهيد رحمهم الله، وقدموا يعني 30,000 جريح وأكثر، لكن مزقوا هذا. ربما البعض يقول أنه ثورة تشرين فشلت، لم تفشل حقيقة، لأنه قدمت هذا الإنجاز الكبير. ما عاد هذا يحميهم، وبالتالي هم أمام واقع مرير يعرفه الشعب. مصارحة الشعب بأشياء يعرفها الشعب، فبالتالي هذا الفساد تحتاج إلى أدوات رصينة، إلى إرادة سياسية وطنية، إلى إطار شامل يحترمه الشعب ويحترم الشعب ويثق به الشعب وتثق به الدولة. هذا غير موجود في العراق، فبالتالي يعني من أين يستردون هذه الأموال؟ وما حاجتنا إلى مؤتمرات؟ وما حاجتنا إلى كل هذه البهرجة؟ نعم دكتور نوري، يعني هذه الطبقة السياسية والحكومة عندما تتحدث عن عملية استرداد الفساد، ملاحقة الفاسدين، تعقد مؤتمر دولي في بغداد، مؤتمر كبير لطلب المساعدة باسترداد الأموال، هل بهذه الطريقة تعتقد أنها ستدفع عن نفسها تهمة نهب المال العام تريليون دولار منذ عام 2003 إلى اليوم، والنهب ما زال طبعا مستمرا، وتلقي بهذه التهمة على الآخرين الحاليين أو السابقين؟ نعم، هو ماجد عزيزي، هسه هم الحاليين هم نفسهم السابقين، والسابقين هم نفسهم الحاليين. يعني هذه الحكومة هي ما جت من السماء، ما نزلت، ما طلعت من الأرض. أقصد أستاذ دكتور نوري، الحقيقة يتحدث النائب عن التيار الصدري العقيلي، يقول أن الأموال المنهوبة في العراق على مستويين، المستوى الأول نهبت قبل عام 2003 والمستوى الثاني نهب بعد عام 2003. هذا الذي كنت أقصده. نعم، هو هذا حقيقة، يعني هذا خلط بالأوراق. نعم، وهذا خلط للأوراق حتى تقليل وطأة تهمة الفساد على القوى المتنفذة اليوم بالسلطة. نعم، إذا من 2003 لحد اليوم، لأنه يعني حتى المتحدث هو قوة سياسية موجودة بإدارة الدولة من 2003 لحد اليوم. يعني شو وقت شاركوا بالبرلمان وشاركوا بالحكومة على الأقل، خلينا نقول من عندها مسؤوليتهم تبدي. هم وين كانوا عن الأموال التي هربت قبل 2003 أو أزلام النظام السابق؟ وين كانوا؟ ليش ما طالبوا بها كل هذه الفترة؟ ليش ما لاحقت هذه الحكومات؟ يعني هذا خلط الأوراق هو تهريب، هو تذويب الهدف الحقيقي. يعني أنت اليوم إذا تريد تحارب الفساد عليك، وبعدين يعني محاربة الفساد حقيقة هو هسه مو تجلب الأموال التي مهربة، عليك منع أموال المال التي ما زالت تهرب. ما دام أكو فساد هسه ماجد، ما دام أكو فساد هسه أكو معناته تهريب. والفاسدين شلون تتطور أموالهم؟ شلون جاي تنشط؟ شلون جاي تشتغل؟ هسه الفاسدين اللي يسرقون من أموال الدولة، إذا هم يستثمروها بداخل البلد، كان شفناها على اليمن، كان شفناها عن استيعاب قوى اليد العاملة، فرص عمل كانت وفرت للناس، بس ما جاي نشوفها بمشاريع داخل البلد. فبالتالي الأموال التي تسرق بالفساد بهذه الحكومات هي أكيد قاعد تهرب. لحد اليوم الأموال قاعد تهرب. الآن على الحكومة، على القوى السياسية التي ترى بأنها هي الفاعلة في الحكومة، منع الفساد الحقيقي بشكل مؤسساتي. يعني هذا الترحيل على الماضي والأخطاء هذا غير صحيح. يعني أنا هم أذكر مثلا هذه باستمرار أو أكثر من مرة، أي رئيس وزراء يجي آخرهم مصطفى الكاظم رئيس الحكومة الحالية، يقول هاي الحكومة ما تتحمل تركة الحكومات السابقة. هي هاي الحكومة من جبتي مالتك؟ السؤال الأساسي، هاي الحكومة مالت الكاظم الحالية مو على أساس
انه جتي من ابناء المؤسسات الحكوميه اللي كان وكيل وزير واللي كان مدير عام واللي كان مستشار ما اعرف ايش، هذول من الحكومه من المنظومه الاساسيه من الادوات التي تسهل عمليه التعاقد بشكل ما اريد نقول فساد بشكل مباشر التعاقد، وبالتالي هذه التعاقدات تتحول الى ملفات فساد تدريجيا. هذا هم مو من هاي المؤسسات، وهسه اجوا صاروا بهاي الحكومه، فبالتالي شلون هم ما مسؤولين عن التراكم الماضي؟ هم انتم كل حكومه تجي هسه كل حكومه تجينا هي مسؤوله عن ما وصل اليه العراق من 2003 لحد اليوم. كل التراكمات هاي هي مسؤوله عنه، لانه اي حكومه اليوم تجي تصير عندنا بالعراق هي ماخذه شرعيه القوى السياسيه الحاكمه من 2003 لحد اليوم. اشكرك. فبالتالي ما حد يقدر، لازم ما حد يتعرض من مسؤوليته، عليهم انه يتحملون مسؤوليتهم ويعلنون بشكل صريح وواضح، وتركون المؤسسات القضائيه والمؤسسات التي تحارب الفساد تعمل بشكل حقيقي مؤسساتي ومحايد بدون تاثير سياسي. اشكرك. دكتور قحطان، اذا كان الراي العام في العراق يتعامل باستخفاف مع هذه الفعاليات من قبيل مؤتمرات دولية لاسترداد أموال العراق، مؤتمر جوار العراق، وأن العراق بدأ يلعب دورا إقليميا في المنطقة، هذا الرأي العام يتعامل معها باستخفاف، ينظر إليها نوع من التضليل والتزييف لواقع مختلف، إذن ما الجدوى من الاستمرار في هذه الفعاليات الباهظة والمكلفة لميزانية تعاني ولبلد واقتصاد يعاني ضائقة مالية كبيرة؟ وذلك يا حقيقة لأن هذه المجموعة التي طبعت على العراق بال 2003 غير معنية أساساً بإنهاض العراق أو بالسبل الأسلم لإنهاض العراق، لذلك يجون إلى الدعاية أكثر من السلوك. واحد. اثنين، أن التناقضات ما بين القوى السياسية الحالية بغض النظر عن مدى صحة هذه التناقضات أو مدى توجهاتها، أيضاً دفعت بالكاظمي لأن يذهب باتجاه الخارج علّه يكون بذلك أقوى شكلياً. ولكن المشكلة الكبرى الكاظمي غائبة عنه، لأنه أساساً لا يملك قدرات ذاتية ولا رؤى بعيدة المدى، ولا حتى الذين حوله يملكون هذا التصور أن التأثير بالمجتمع الدولي لا يأتي من خلال المؤتمرات بقدر ما ينظر الخارج إلى طبيعة الترتيب الداخلية للبلد. كلما كان النظام في العراق أكثر اتزاناً ولحمة وإرادة وفرض ذاته على الداخل، يكون له تأثيراً في الداخل ثم الخارج، والخارج يتابع هذا المؤشر. أما أن القوى الخارجية تدرك ضعف الإرادة العراقية في الداخل، فإن ذلك مدعاة إلى أن هم يستفيدوا من حالة الضعف العراقي ويأتوا إلى المؤتمرات لكي يفرضوا ذاتهم. ولعل الذي حصل من الصورة الذي التقطها أو الذي تقدم خطوة بها وزير خارجية إيران واصطف مع الصف الأول، هو دل على أنه لا يرى في العراق دولة يحسب لها حساب بروتوكوليا أو حتى قيميا أو عقائديا. إذن الخلل هو هنا، وهو عملية ضياع الأمر في الداخل. نعم. فبعضهم يلجأ للخارج علّه يكبر من شأنه الشكلي، وهو كما قلت الشارع وعى للمسألة وينظر ذلك باستخفاء الشارع. شكرا دكتور رافع الفلاح. بدقيقتين، ثمة إجماع يبدو على أن هذه المؤتمرات عبارة عن دعاية انتخابية ومحاولة لتلميع الحكومة وتقديمها بشكل مختلف، ستنجح عملية التلميع هذه؟ لا أبدا، أقصد الداخل، اترك الخارج. نعم، أنا أتحدث عن الداخل. نعم. لأنه وصلوا إلى مستويات من الفساد، العالم الآن تشمئز منه، يعني بغض النظر الفساد هو غير محمود في كل 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 يعني كل مستوياته، لكن هم وصلوا إلى شراهة في الفساد إلى مستويات دنيا لا أخلاقية، يعني عندما يديرون صالات القمار، أحزاب تدير صالات القمار، وبيوت الدعارة والمتاجرة بالأطفال والمخدرات ربما والأدوية، هذه بسيطة، والمتاجرة بالأعضاء. وصلوا إلى مستويات من الفساد متدنية أخلاقيا، هؤلاء يعني يملؤون كل مكان. وبالتالي أنا لذلك قلت المؤسسة الوحيدة المخدومة في العراق هي مؤسسة الفساد،
لذلك الشعب يعني يعرف هذه الحقيقة، ولا حاجة لا لمؤتمرات ولا يمكن لأي مؤتمرات، ولا يمكن هذه مجرد دعاية محاولة أشكرك. للعب والتضليل ومحاولة لكسب مرحلة لصالحهم وصولا إلى الانتخابات مثل ما تحدث الدكاترة. هذه الحقيقة، وبالتالي هذه لن تنجح أبدا. الشعب يعرف الحقيقة، وشعب العراق شعب ذكي أشكرك. وشعب قادر على أن يميز الغث من السمين والسيء الأسود من الأبيض، حقيقة هذه شكرا. إذن في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفه، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الاستوديو، وأيضا كان معنا الدكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي عبر سكايب، وأيضا نشكر ضيفنا الدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والباحث السياسي، وكان معنا عبر سكايب من مدينة أربيل. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.